وعلى مدار أكثر من 60 يوما منذ بدء الأزمة القطرية، لطالما كانت الدوحة الطرف المتعنت المكابر الرافض لإيجاد أرضية مشتركة، لم تتردد قطر في إغلاق أبواب التقارب وعرقلة الجهود الكويتية للوساطة ورفض أي جهود دبلوماسية لإيجاد الحلول. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز محطات الأزمة القطرية بعد أن طوت شهرها الثاني.